رغم ضخ كميات معتبرة منها في الأسواق، لا تزال أسعار الدجاج تسجل مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 500 دينار، وهو ما خلق استياء كبيرا لدى المواطنين. دائما طالع، من رمضان هو طالع. بزاف راهي ماشي غير بزاف، فاتت بزاف. الأسعار راهي غالية بزاف، كيما الدجاج هذوك 50 ألف كيلو بزاف. الارتفاع المتواصل لأسعار لحوم البيضة أرجعها التجار للانخفاض المسجل في المادة، خصوصا منذ بداية فصل الصيف. لا في شوفي في السخانة تنقص السلعة، تولي السلعة ما كانش تطلع البري، دوك تخلص السخانة تولي دوار نورمال، تولي البريات كما كان. اللي كان يشري دجاجة ولا يشري دو كويس، اللي كان يشري دو كويس يشري كويس، هذه هي ينقص. هذا وتزامناً وارتفاع الأسعار، سجلت مختلف المصالح عبر عديد الولايات محاولات لتسويق لحوم بيضاء فاسدة، سلوك استنكرته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك واعتبرته نتاج عملية احتكار بهدف رفع الأسعار. فإن التلاعب بأي مادة استهلاكية منتهية الصلاحية أو فاسدة ومحاولة تمريرها عن طريق سلسلة تجارية معينة من أجل استهلاكها وبيعها بطرق عادية يعتبر نصب واحتيال، ويعتبر يعني جريمة في حق المستهلك. قد تؤدي يعني خاصة لما نحكيه على اللحوم، اللحوم سميتها عالية جدا لما تكون فاسدة. رغم الإجراءات والتدابير المتخذة لضبط الأسواق والتحكم في التذبذب المسجل لمختلف أسعار المواد الاستهلاكية، تبقى النتائج ظرفية، وهو ما يستدعي حلولا جذرية لكبح هذه الظواهر التي باتت تؤرق المواطن البسيط.